مالك معاذ أيضا. أنا والله فرحان لعودته. يعني عاد التسجيل وعاد من الباب الكبير. لا زال عنده بهدفين فيه. ومالك من بدايته مع النصر الجميع يعني حس إنه اللاعب عنده شيء يبغى يقدمه، وفي مباراة ورا مباراة يتصاعد المستوى، أم سجل هدفين كانت بمثابة الفرح الكبير للجماهير النصراوية. التقرير التالي تحدث أيضا عن مالك معاذ. أمس وتحديدا في لقاء هجر والنصر شهدنا فرحة تسجيل للأهداف غابت عن بصائرنا كثيرا، كم اشتاقت لها الجماهير الأهلاوية قبل النصراوية، وربما لا أبالغ حين أقول كم اشتاقت لها كل الجماهير السعودية. مالك الملاعب يستعيد جزءا من حاسته التهديفية بإحرازه هدفين للنصر في لقاء الأمس، فالنحس انجلى والعقد انحلت ومالك يسجل. كم كان مالك بحاجة لهذين الهدفين، وكم كانت الجماهير متعطشة لرؤيته يسجل الأهداف، وخصوصا في توقيت كهذا. فمالك علاوة على تسجيله لهدفين قاد النصر لإحراز فوز لم تكن جماهير الشمس ترغب في أي نتيجة غيره. هدفان يا مالك هي البداية فقط، فأنت تملك المزيد والمزيد، وقدراتك تؤهلك لأن تقود النصر ومن قبله الأخضر السعودي لتحقيق المبتغى. بانتظار مالك ومن قبل مالك، بانتظار نجوم اضمحل نورها واختفى بريقها، لكننا ما زلنا متمسكين بحبل التفاؤل، ومن هم على طريق مالك يدعونك دائما للتفاؤل. مسفر الخثعمي، كرة. أبو مالك معاذ. الله أخي أشغلنا ذا الخبر ذا صراحة الرسائل المشاهدين لو يدرون أبو تركي إيش يسوي في الفاصل ومحاولات الاستجداء إنه يعرف الخبر، وأبو أحمد طبعا متمسك إنه ما حيعلم ولا واحد بالخبر إلا في نهاية الحلقة. مالك معاذ. مالك معاذ الحقيقة يعني إحسان تراهن عليه بصراحة، تراهن عليه بكل المقاييس. تعبير جديد عن نعم يعني أزمة نفسية يعاني منها وتجاوزها، المسألة مرتبطة بتجاوزها وإن شاء الله أنه تجاوزها. وأنا يعني من خلال حتى شوف في نقطة أساسية في مالك معاذ، يعني ممكن البعض ما تكلم عنها، عمل مدرب النصر مع مالك معاذ هناك ثقة كبيرة ورصيد من الثناء. يعني المدرب من وصل هذا اللاعب وهو يرى فيه قيمة كبيرة لا بد أن تكون مفيدة للنصر. الآن وضعه في قائمته الأساسية، وأنا أعتقد أنه يكون هو المحرك الأساسي للأداء الهجومي بالنسبة لنادي النصر، وهذا الأمر سينعكس حتى مالك. أنه يعني هناك من راهن على أنه مالك سيعود للمنتخب، أنا أتمنى أنه تقوى نفسيته قبل كل شيء، أنه ما نستعجل في الموضوع. أنا أتمنى أن يكون مالك يعود لهيبته اللي كنا عليها. الهيبة تحتاج إلى مراس أكثر، لا يقول لا أنه لاعب خبير أنه عمره كيت وكيت، لا، تحتاج إلى مراس وقوة، ويعني على ما قالوا قرع خطوب. ومالك بصراحة أعيد وأقول أنه حصان تراهن عليه، المالك حصان تراهن عليه. ونتذكر إحنا في فترة من فترات كان في جملة شهيرة للمعلق الرياضي السعودي الشهير اللي موجود الآن بالقناة الرياضية السعودية عبدالله الحربي، يقول كان يقول ما يخسر اللي يلعب لمالك. صح. هل الأيام القادمة تدل أنه فعلا ما يخسر اللي يلعب لمالك، ممكن مالك يعود إلى هذه المعادلة؟ طبعا هي يعني ترجع المجموعة اللي معه، لكن اللي أقول أنه مالك كلاعب لاعب كبير ما يختلف عليه، الظروف اللي عاشها النفسية والفنية، الأهلي كان يفتقد صناع لعب. يعني لو كان مالك موجود، وجود كاماتشو، وجود طريقة اللعب اللي نشوفها الآن، يختلف الوضع. لكن أنا أشكر إدارة نادي النصر أيضا الأهلي اللي منحته فرصة للمعاذ أنه ينتقل للنصر، أنه عادت لنا معاذ من جديد، وإن شاء الله تساهم في عادة سعد الحارثي من جديد، لأنه كل هذا مصالح الكرة السعودية. سعد الحارثي قطع شهر العسل، شاف معاذ والثاني الثالث بيدخل منافسة، وسيعود سعد الحارثي وسعود ياسر القحطاني، وكل هذا إن شاء الله سينعكس على الكرة السعودية. الله كريم. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة مالك اللي فيه الجزء الأخير من الحلقة اللي فيه الخبر أبو أحمد.